دخل بلالي مراوغة ممتازة والحكم سيشير ورقة صفراء لي عقب هذا التدخل الأخير. لقطة تستدعي الرجوع للفار، كتبان قوية منها من خلال هذه الحركة ومن هذا التدخل، وبالتالي كيف سيكون قرار الحكم محمد سعود. كان طلب الاعتذار من الحكم ولا من اللاعب بن علي، هنا كان تحدثوا على يعني السلامة ديال اللاعب كتبقى فوق كل اعتبار، ولكن اكيد بانه بعض التدخلات في بعض الاحيان تكون اقوى. اذا دائما تابعوا هذه الاعادة لهذا اللقطة، هذه اللقطة الاخيرة. اذا القرار الان سيعود للحكم اللي كان مستعد للعودة. إذن ورقة حمراء مباشرة، ورقة حمراء مباشرة، هذا هو متغير هذه المباراة. كرة عالية، تدخل كان قوي، اصطدام قوي، اصطدام قوي، ما كانتش نية التعمد باش نكونوا واضحين، ولكن كان اصطدام قوي. الحكم كيقول ضربة خطأ. نتمنى بانه ما يهمني انا ليس الاوراق صفراء او حمراء، ولكن نتمنى بانه محمد كمال ما يكونش تاثر بعد كيف ما شاهدتو، يعني هو مشى الكره بشكل قوي ولكن نزلت القدم ديال لاعب ديال فريق الاتحاد. غنتابعوا العوده لهذا اللقطه ولهذا التدخل. هنا غتبقى السلطه التقديريه للحكم فهذا التعامل مع هذا الكرة ومع هذا اللقطة ومع حركة اللاعب الرحومي. إذن سنتابع هذه اللقطة والإعادة والقرار بطبيعة الحال سيكون للحكم منوال. إذن الرحومي ورقة حمراء مباشرة والتساوي